بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع قناة التعلم السهل. يسعدنا اليوم أن نقدم لكم سيرفر جديد ورابط جديد من خلاله تستطيع أن أنت تشوف مباراة الأهلي وفيتا كلوب وتشاهد جميع قنوات البي إن من خلال الرابط التالي. يلا بنا على بركة الله نتوكل على طول. حدوس على الرابط الموجود أسفل الفيديو. زي ما انت شايف حدوس، ادي الرابط هنا، هيدخلك على الصفحة دي. حدوس على رابط مشاهدة المباراة. حدوس تختار على عرب عشان يجيب لك قنوات بي ان العربية. تصبر شوية لما الرابط يبدأ، هتستنى ما الخط ده يكمل للآخر زي ما انتوا شايفين، وتكتب تدوس على فري داونلود فايل. فري داونلود فايل هتدوس. بعد كده هتدوس على الرمز ده عشان ايه، يتأكد ان انت مش روبوت. بعد ما الاعداد يخلص 3 ثواني بالظبط، 2 ثانية، هتدوس على داونلود. هيدخلك يحمل تاني زي ما انتوا شايفين، داونلود ناو. هتبدأ تدوس على داونلود، تنتظر. ممكن اقول لك فري فايل ابلود سيرفر وما ايه الصفحه تقفل. لا اصبر شويه، او عيد تحميل الصفحه تاني، وهيدوس كونتينيو. تروح دايس على كونتينيو، هترجع نفس الخطوات مره تانيه زي ما انتوا شايفين. فري داونلود، تنزل برضو تعمل على الكابتشا، رمز الكابتشا. تصبر 5 ثواني، 4 ثواني، تديله الدوس. تستنى لحظات، هديلك ايه تحت داونلود ناو. ان شاء الله كده هيدخلك على الرابط على طول. لو انت هتشوف الرابط على الكمبيوتر هتكتب داونلود فايل، هينزل لك. دوس على الاكس، هينزل لك رابط اللي هو تستخدمه. ممكن تفتحه بالفي ال سي. طب لو عندك شاشة هتنسخ الرابط التاني، هتنسخ الرابط اللي موجود، لأن مفروض مكتوب كوبي يو ار ال. هتنسخ رابط وتحطه في ملف دوكومنتس، و اهو ابص كوبي لينك، وتاخده مثلا على الشاشة او على الريسيفر اللي انت عايز تحط عليه، وتروح دايس على اي ملف عندك اهو اللي هو دوكومنت عادية. طبعا دي ان كانت رابط، دي هتروح مثلا امسح دي، مثلا امسح، وتروح اعمل كنترول ايه وتروح نفسك ديليت. وتروح عامل ايه بيست. خلي بالك ان هنا اتش تي تي بي وادي فري 24 اي بي اكس واي زد 8000 البورت. عندك اليوزر نيم الارقام دي، الباسورد 123
هي دي هتطلع منها الباسورد وتكون وبذلك ان انت تخش على القناة وهتشتغل عندك. لو في برامج مثلا عندك اللي هي برامج تشغيل فيديوهات هتشغلها عليها او هتشغلها على القناة. وده كان الرابط بتاع النهاردة. النهاردة كام؟ 6/3/2021. والى اللقاء في حلقة قادمة ورابط اخر. ونتمنى الفوز للنادي الاهلي والنادي الزمالك الفريقين المصريين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.